السفارة القطرية في باريس نظم تجمع المغتربين بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وقفة احتجاجية ضد السياسات القطرية في الأزمة في سوريا ومشاركتها في قتل السوريين وفي تدمير بلدهم. من باريس ومن أمام سفارة قتلت من السوريين أكثر ما قتل مضيفها في استعماره القديم، صدح صوت السوريين والعرب والفرنسيين في اعتصام نظمه تجمع المغتربين بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في فرنسا أمام السفارة القطرية في باريس للتنديد بأفعال حكام هذه الإمارة الإجرامية بحق السوريين والبلدان العربية. صور وشعارات وأقدام شباب عربي تدوسها، ما هي للسفاح الأكبر شارون ولا لبني صهيون كما اعتدنا أن نراها، بل لمن فاق إجرامه وقتله وتآمره في هذا الزمن على العرب من الصهاينة، فيصبح من الطبيعي تكرار المشهد بزيادة لائحة السفاحين. قد تخترق صيحات السوريين والشرفاء العرب أسوار هذه السفارة الصماء، فهل ستصل إلى أذان أصحابها؟ يشك في ذلك. بلغ